الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله وغياثنا وغياث هذه الأمة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أعود مجددا والعود أحمد إن شاء الله. لدي كثير من الفيديوهات التي قد كنت وعدتكم بها والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى، وسأبدأ بهذا اللقيط المدعو الوهابي الخارجي الداعشي حسن المدني. أنا حينما أنطق بهذه الكلمات هذا ليس سبا ولا شتما، لكن خوارج السلفية الوهابية كيف يعني يعلقوا، ما يجدون كيف يعلقون، ما يجدوا يعلقوا على المادة العلمية التي في الفيديو، قلنا لك فقط أنت سباب وأنت شتم. هذه ليست سب وهذه ليست شتم، هذه أوصاف خوارج قرن الشيطان السلفية الوهابية. أنا حينما أقول اللقيط يا أحباب أقصد دائما اللقيط في العلم، اللقيط في الدين، هذا يجب أن يعلمه الجميع، وأوصل هذا الكلام للجميع. في التعليقات من ترونه يتكلم بمسألة اللقيط علقوا عليه وأخبره أنه يقصد اللقيط في الدين. اللقيط في الدين هو من لا إسناد له، جميع خوارج السلفية الوهابية لا إسناد لهم، فهم جميعهم لقطاء في الدين، لقطاء عند أهل السنة والجماعة. طبحت المسألة، نحن نتكلم بهذا حتى يعي كل مسلم وكل مسلمة يستمع إلينا يعلم يقينا أن من يستمع إليهم من خوارج السلفية الوهابية ليسوا سوى لقطاء في الدين منقطعين الإسناد. لماذا تأخذ دينك منهم؟ إذا أخذت دينك منهم فأنت أخذت دينك من المبتدعة. يقول الإمام ابن سيرين وهو إمام التابعين وسيد التابعين، يقول كما في مقدمة شرح صحيح مسلم لشيخ الإسلام الحافظ النووي الأشعري الصوفي رغم أنف كلاب السلفية الوهابية الخوارج، يقول: كنا لا نتكلم عن الإسناد حتى ظهرت الفرق المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والكرامية. شوف الكرامية التي هي الآن الوهابية السلفية، السلفية الوهابية الآن هي الكرامية بعينها بذاتها، مجددة لمذهب الكرامية. مذهب الكرامية من مذهب المقسمة المشبهة، والمشبهة يهود هذه الأمة. قال: حينما ظهرت هذه الفرق، شوف ظهرت في عصر التابعين يعني من السلف، يعني هؤلاء من عصر السلف، فلما تسمع خوارج السلفية الوهابية يستندون، طبعا هذا الأذان الأول، قال: كنا لا نتكلم عن الإسناد حتى ظهرت هذه الفرق. هذه الفرق الآن حينما تسمع خوارج السلفية الوهابية يأتوا لك يقول لك انظر إلى أقوال السلف، ويأتيك بأسماء من القرن تقريبا الثاني من عصر التابعين وما بعده، يقول لك انظر إلى أقوال السلف، وهم من المقسمة من المشبهة من الكرامية. هذه الأسماء وإن وجدت في عصر السلف ليسوا من أهل السنة وليسوا من أهل السلف. أهل السلف حينما نقول أهل السلف أو السلف الصالح نقصد به أهل السنة والجماعة، لا نقصد بها الخوارج. الخوارج من عصر السلف لكن ليسوا من ضمن السلف الصالح. الجهمية الكرامية التي هي الآن السلفية الوهابية، وكذلك المعتزلة والمشبهة والمقسمة وغيرها من الفرق الضالة التي ظهرت. فقال الإمام ابن سيرين حينما ظهرت هذه الفرق، قال: صرنا نسأل عن الشخص الذي يدخل المدينة أو يدخل الكوفة أو العراق بغداد بهيئة العلم وهيئة العلماء، نسأله: ما إسنادك في الدين؟ صرنا نبحث عن الإسناد ومن أشياخك حتى نعلم أنه إما من أهل السنة وإما من المبتدعة. منقطع الإسناد فهو من المبتدع الضالين، معه إسناد في الدين فهو من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يا أحباب هم أهل الإسناد، هذا تعريف أهل السنة. لا تصدق لك اللي يقول لك أهل السنة هم الذين يتبعون السنة، هذه أقوال كل طائفة يستطيع أن يقول بهذا الكلام، كل فرقة تدعي أنها متبعة للكتاب والسنة. لكن العام المسلم بينخدع بمثل هذه الترهات. العام المسلم ماذا يفهم؟ يفهم الإسناد، الإسناد ليس موجود إلا عند أهل السنة والجماعة، خلاص اتضحت المسألة. فانتبهوا لمثل هذا. فحينما نقول اللقيط أي معناه أنه منقطع الإسناد ويتكلم في دين الله وفي شرع الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.